أصدقائي المشاهدين متتبع الجزيرة الرياضية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. اللقاء الذي ينطلق في لحظات قليلة قادمة وسط هذه الأجواء وسط هذه المشاهد، لقاء سينطلق في قادم اللحظات للتعرف على هوية الاسم الثاني الطرف الثاني. شعار البطولة اختار بلاتير أن يكون تجمع الأصدقاء، وهنا من كل حدب وصوت تقدموا لرؤية كرة القدم المعشوقة المحبوبة الأولى بين عالم الرياضات. التذكير السريع بتشكيلة واسماء الفريقين. خطأ من قرنطار. تسديدة شديدة، والهدف الأول والهدف الأول ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، ستسأل عنها المرمى وكل الأركان، ستقر على أن كل الفنان بصمة على شبيه والعاشق في هذا الزمان. حط ثلاثة حراس ما يجيبوهاش، ثلاثة حراس وعندك اختيار التوب 3 في العالم. هدف يسخن الجو، هدف يشعل القمة، هدف يعطي رمز للقمة. تبدلت الوجوه، تبدلت الوجوه، تعثرت القلوب وفرحت. مخالفة في وسط ميدان، كرة خطيرة هذه، تأكد انها صعبة. يخرج كرة في الهاوت، تخرج ضرب التماس. الكرة بأناقة، الكرة بشطارة، الكرة في قمة تجليات الإبداع. مهما كان تمشي الكرة بالتماس، الفرص صارت قليلة، المحاولات كانت شحيحة. كرة ترجع مرة ثانية، كرة ممتازة وخطيرة، كانت نوع من المفاجأة، كانت نوع من الصدمة. كرة مباراة ممتعة جدا، مباراة مفتوحة لكل الاحتمالات، كرة بكرة، فرصة بفرصة من الجانبين.
الكل يراقب ويتابع، ينتظر الدقائق الأخيرة. كرة خطيرة، كرة خطيرة، ركنية، مباراة قمة. يوزع عرضية، هي يضرب كرة خطيرة. هنا نتوقف لدقائق قبل ان نمر للفاصل، ثم للاستوديو مع الزميل روف خليف بالتقديم والكابتن خالد بيومي وخالد محي الدين في التحليل. اذا ننطلق بالشوط الثاني في رحله البحث عن التعويض، او في رحله البحث عن حفظنا الوجه، او في رحله البحث عن التدريب. كره خطيره، ركنيه، مباراه قمه. يلعب الكورة ويوزع، صعب، ركنية، بدا يتكلم، بدا يتحرك. يلعب الكورة ويوزع على القائم الأول، هل يكمل الرحلة أم يخرج في ربع الرحلة؟ سنرى ونتابع القادم من اللحظات المقبل من الردهات. اليوم لا أوراق ولا معطيات، لا حسابات، لا أرقام ولا كاد يؤكد كلام دائما أقوله في التعليق وهو كلام الجماهير، من يضيع يقبل ويخسر. إنهم لا يستسلمون، إنهم لا ييأسون. هذا هو التغيير بالفعل، هو كذلك. حذاري من ترك المساحات، الضغط المستمر، لابد من التضحية، لابد اليوم من اللعب وكأنك تلعب مباراة العمر. كرة خطيرة، ملعوبة خطيرة. ضغط، يا برافو برافو برافو، حقيقة روعة. كرة تخرج 6 امتار للحارس. وقت التغيير ولا اقول وقت الرحيل، والتغييرات هجوميه للمدرب. كره راسيه، حاول يلعب على هدف عالمي ولكن الكرة ضاعت. اذا مباراة مهمة جدا ما غير شك، لا تحتاج لتقديم ولا تزويق ولا تلميق في الكلام. المباراة نهائي الابطال في حد ذاته هو كل التطلع لهذه الليلة في العالم. الاساس كروي والرهان كروي والحساب كروي. ربع ساعة للنهاية، والكرة السهلة للحارس. (تصفيق)
على كرة، الله من كرة ضاعت، من أهدرها من؟ توزع كرة راسية. أين المستهدف؟ الكرة تضيع. الدفاع يتصدى ويتدخل. الكل يراقب ويتابع. الكل يراقب ويتابع. ينتظر الدقائق الأخيرة. الكرة القادمة ممكنة. أتمنى أن ننال رضاكم، أن نكون موفقين على مدى هذه السنين، أن نكون متميزين في هذه التغطية للنهائي الأخير، على أمل النهائي القادم، على أمل الكونفدريشن. في انتظار مواعيد قادمة.